أقيمت في كنيستي يسوع الملك للاتين في المصدار ومار شربل للموارنة بعمان قداديس إلهية بمشاركة ميرنا الأخرس القادمة من حي الصوفانية بسوريا، لتشارك جموع المؤمنين شهادتها وخبرتها الروحية وتنقل رسائل كثيرة خاصة من أجل وحدة الكنائس. المزيد في هذا التقرير. استقبلت رعية يسوع الملك للاتين في المصدار السيدة ميرنا الأخرس القادمة من حي الصوفانية في سوريا، حيث أقيم قداس إلهي ترأسه الأب عدنان بدر راعي الكنيسة بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وبمشاركة عائلة الصوفانية القادمة من ناصرة الجليل في الأراضي المقدسة وعدد من الراهبات وجوقة وكشافة الكنيسة وجمع من المؤمنين وأبناء الرعية. وتحدث الأب عدنان خلال القداس عن حياة القديسين الأبرار الذين كرسوا حياتهم لله، داعيا الجميع إلى الاقتداء بسيرتهم وأن نتمثل بهم في حياتنا. وقدمت السيدة ميرنا الأخرس شهادتها الروحية مشاركة جموع المؤمنين الخبرة التي عاشتها في منزلها في سوريا من أعاجيب وانخطافات مع السيدة العذراء لتنقل رسائل كثيرة خاصة من أجل وحدة الكنائس. ليش ربنا اختار الشام؟ ليش ربنا اختار الصوفانية؟ ليش الرب اختارني؟ ليش الرب اختار الشرق؟ ما حدا بيعرف. إنما أنا من أول لحظة قلت يا رب خذ إرادتي لحتى إرادتك تشتغل بحياتي. أنا سعيدة اليوم بوجودي بالأردن، و الفرح اللي عم بعيشه لأنه مش بس إنه صلينا لحتى نلتقي مع أخوتنا اللي جايين من أنحاء الجليل ومن الناصرة ومن الرينة ومشافة عمر، فرحي أكتر لأنه فتح الطريق لإلهم وفتح الحدود كمان. يعني هلأ اليوم سمعت إنه بارح أنا جيت عن طريق الجو وبنفس الوقت كانت فتح الطريق بالأرض، يعني فتحت الحدودين بين سوريا والأردن. هيدا فرح لا يوصف لأنه حلو حلو نرجع أيام زمان وترجع سوريا والأردن أخوي ويرجعوا يلتقوا الأخوي مع بعض سواء كانوا بالأردن أو بسوريا. فمبسوطة كتير بهاللقاء وصلوا لنا لحتى وين ما رحنا، هيك شهادتنا صادقة ومثمرة. أنا مبسوطة بفرح العالم مع أنه بضلني بقول لهم أنه ما تفكروا أنه أنا مميزة عند الرب، يعني فرحهم هن بوجودي بيحسسني بشعور هيك أنه أنا ولا شيء، يعني يسوع هو كل شيء، العذراء هي كل شيء، فكلنا مدعوين وكلياتنا عنا رسالة بس أنه نفتح قلبنا لحتى نعرف شو هي رسالتنا. بس هن مبسوطين بوجودي معهم مثل ما أنا مبسوطة بوجودي بحضوري معهم. وشكراً لكم، شكراً لتل لمير يلي رافقتنا من بداية الحدث وبعدها عم ترافقنا. وفي ختام القداس تحدثت السيدة فيروز راشد من مؤسسي عائلة الصوفانية والأب سهيل المرشد الروحي للعائلة والأخ بهيج خوري بكلمات شكر ومحبة وامتنان لمشاركتهم في هذا اللقاء الروحي، بالإضافة لتقديم وشاح العائلة كهدية تذكارية للسيدة ميرنا الأخرس. جينا على الأردن حتى نلتقي مع أختنا ميرنا الأخرس نزور من سوريا، قادمة من سوريا خصيصاً لملاقاتنا، فإحنا منشكرها كتير ومنقدم تحياتنا لأهل الأردن النشامة اللي استقبلونا بصدر رحب. حالياً مرشدنا الروحي أبونا سهيل خوري وهم رافقنا بهالزيارة، وإحنا منشكر نورسات اللي دائماً مرافقتنا في زياراتنا للأردن مش أول مرة. نشكر الدكتورة باسمة السمعان اللي كنت على اتصال معها حتى تصور لنا الحدث، وإن شاء الله نلتقي إحنا وياكم في الناصري.
وفي كنيسة مار شربل للموارنة استقبلت الرعية هناك السيدة ميرنا الأخرس، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه المنسنيور غازي خوري راعي الكنيسة، بمشاركة الأب سهيل والأب سامر زكنون والشمامسة، وحضور وفد عائلة الصوفانية في الأراضي المقدسة وجوقة الكنيسة وجموع المؤمنين. وأشار المنسنيور خوري في عظته إلى أن الله منحنا الخلاص منذ الخليقة بدم يسوع المسيح على الصليب، فيسوع بذل ذاته من أجلنا، وهذا يعلمنا كيف نحب ونعطي دون مقابل. اجتمعت الأخوية مع كمان هالجماعة الصلاة الصوفانية حتى يمجدوا الرب ويستقوا من روحانية مار شربل، من روحانية مريم العذراء، لحتى يعطوا للخليقة كلها حب اللقاء، حب الوحدة، حب الصفاء، حب الاستفادة من التنوع. حلو التنوع أخوتي. وخلال شهادتها الروحية التي قدمتها السيدة ميرنا الأخرس قالت إن ظاهرة الصوفانية هي علامة من العلامات الإلهية التي تذكرنا بضرورة العودة إلى الله والكنيسة والإنجيل. وتعزيتي الكبيرة هي أمي العذراء يلي هي اللي علمتني كيف بدي يكون صبورة، كيف بدي يكون حكيمة، كيف بدي يكون مطيعة، كيف بدي يكون متواضعة. قد ما قدرت مش لح أقدر أوصل بقناعتي أنا لأرضي الرب، إنما الرب بيقبل لأنه بيحب، ومهما كان عملنا بسيط إذا منعمله بحب فهو بيكون بنظر الرب كتير كبير. ولا